السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد، فيديو رقم 3 بارتي 3 من سلسلة شروحات المادة ديال لا بروبابيليتي الخاصة بالسيمستر 2. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنشوفوا بارتي جديدة في الكور اللي هي الأناليز كومبيناتوار. هذا الإبيزود الأول اللي غنشوفوا فيه لي زارونجمون. دونك إن شاء الله غنبدا ليكسبليكاسيون ديال هاد الأناليز كومبيناتوار. اول حاجه نبداو بها هو ديفينيسيون، شنو كنعنيو بلاناليز كومبيناتوار. لاناليز كومبيناتوار اللي هو دي نومبرومون اللي ديجا شفتو في الليسي، اللي هو التعداد باللغه العربيه. نشوفوا هذوك لي ميثود باش كنديروا دي نومبرومون ولا اناليز كومبيناتوار. دونك شنو هو الاناليز كومبيناتوار ديفينيسيون؟ لاناليز كومبيناتوار ايت ان برانش دي ماتيماتيك كي ايتيدي كومون كونتي لي زوبجي. دونك الاناليز كومبيناتوار واحد الفرع من الرياضيات اللي كيدرس لينا كيفاش ممكن اننا نديرو التعداد ديال لي زوبجي. التعداد يعني كونتي لي شيفر، كيفاش كنحسبو لي ميثود دو كونت ديال لي زوبجي. مثلا كيكون عندي لي زوبجي كيفاش ممكن اني ندير ليهم التعداد ديالهم. دونك il fournit des méthodes de dénombrement particulièrement utiles en théorie des probabilités. يعني ان هاد الاناليز كومبيناتوار كيعطينا واحد لي ميثود de dénombrement، يعني واحد الوسائل اللي كنديروا بهم، طرق اللي كنديروا بهم التعداد اللي عاد نحتاجوهم في لا بروبابيليتي، في الكالكيل ديال لا بروبابيليتي. دونك بالنسبه للاناليز كومبيناتوار شنو كنشوفوا؟ الاناليز كومبيناتوار كنشوفوا لوردر وكنشوفوا لا ريبيتيسيون، يعني واش هاد لا ديسبوزيسيون واش هي اوردوني ولا نو اوردوني. يعني دوك هذيك مثلا ديك السيري اللي كيعطونا ولا دوك الارقام اللي كيعطونا ولا باغ اكزومبل هاد ليكسبيريونس اللي كيعطونا لي زيليمون ديالها، واش مهم لوردر ولا ماشي مهم لوردر. كنشوفوا هاد الكونديسيون هذا. ابري اوسي كنشوفوا لا ريبيتيسيون، واش اون بو ريبيتي واحد الاليمون، واش ممكن يتعاود ولا ماشي ممكن يتعاود. دونك سون ريبيتيسيون ولا افيك ريبيتيسيون. قلنا في لاناليز كومبيناتوار كنشوفوا لوردر وكنشوفوا لا ريبيتيسيون. دونك يعني كنشوفوا بالنسبه لا ريبيتيسيون واش كاين ريبيتيسيون ولا ما كاينش ريبيتيسيون، سون روميز ولا افيك روميز. دونك اول حاجه نبداو بها هما نشوفوا لي ديسبوزيسيون اوردوني. يعني كنشوفوا دابا من في هذا الاناليز كومبيناتوار لوردر مهم، كيكون الترتيب مهم. دونك شنو هما لي ميثود دو دينوبرومون اللي كنخدموا بهم؟ دونك اول حاجه غنهضر عليها اليوم هما لي زارونجمون. دونك الا كان لوردر مهم دونك راه كنخدموا بلي زارونجمون، كنخدموا بالبيرميتاسيون. لي زارونجمون و لي بيرميتاسيون، لي زارونجمون هما باللغه العربيه هما الترتيب و لي بيرميتاسيون هما التبديل. دونك اول حاجه نبدا نهضر بها هما لي زارونجمون. دونك شنو كنعنيو بارونجمون؟ ايتون دوني ان انسومبل دو او دو ان اوبجي. يعني كنعتبروا بان عندنا واحد لونسومبل E فيها ان اوبجي انسومبل E كيف ما كاين كلكو سوا هاد لوزون. يعني لي زيليمون ديال هاد لونسومبل هذا هما ان اوبجي، ان اليمون، هاد عدد لي زيليمون هو ان. دونك اون ابل ارانجمون دو بي اوبجي، يعني كنعتبر نقول واحد الترتيب دو بي اوبجي، ترتيب بي اوبجي توت سويت اوردوني دو بي اوبجي بريبارمي ان اوبجي. تنقولوا ارانجمون ولا ترتيبه ديال واحد البي اوبجي، يعني بي عدد نمبر واحد الشيفر، يعني كل سويت اوردوني واحد متتالي اللي هي اوردوني، يعني كنحترموا فيها لوردر دو بي اوبجي بري بارمي ان اوبجي. دونك هنا لو نومبر دو ارانجمون دو بي اوبجي بارمي بري بارمي ان ايفوتي كنرمزو لي بهاد الرمز ا بي لي ان، كنرمزو لي زارونجمون. نوتي بيان on a nécessairement هاد بي اوبجي راه ضروري خاصها تكون محصوره بين واحد و ان، يعني امبوسيبل تكون بي اكبر من ان و امبوسيبل تكون بي اصغر من واحد. تقدر تكون اكبر من او تساوي واحد واصغر من او كتساوي ان، افيك ان ان و بي كينتمو لان ايطوال، يعني عدد صحيح طبيعي غير منعدم. يعني بي راه ما كتساوي الصفر، لا ان هي ما كتساوي الصفر، وهما عدد صحيح طبيعيه. دونك هنا نشوفوا اكزامبل. مهم لو نومبر دو 5 لتر افيك اون سون سينيفيكاسيون، عفوا هادي لا سينيفيكاسيون، فورمي افيك 26 لتر
de l'alphabet correspond au nombre d'arrangements possibles avec P égale à 5 et N égale à 25. Donc, on a ce chorof. C'est 20 harf. Donc, on a dit ensemble, fait N égale à 26. هاي اللي نحسبنا هاد الحروف على 26 حرف دونك هادي لونسومبل او لونسومبل او شنو طلبوا لينا قال لينا غادي نفورمي واحد لارانجمون واحد لارانجمون دو 5 لتر يعني غنديروا واحد لو اونسومبل فيكون فيها 5 لتر خمسه الحروف هنايا ماشي مهم سينيفيكاسيون كيلكو سوا واش افيك سينيفيكاسيون ou la sans signification. Donc, on a P. Qu'est-ce que ça veut dire 5. Donc, c'est ce ensemble qui est en train de faire 5 ديال الحروف. هنا l'ensemble fondamental fait 26 حرف. Donc, هنا قالوا لنا درنا واحد لارانجمون واحد الترتيبه اللي فيها خمسه الحروف هنايا انا ماشي مهم سينيفيكاسيون تقدر تكون حروف عندها سينيفيكاسيون ولا ما عندهاش سينيفيكاسيون دونك الطريقه باش نحسبوا هاد لارانجمون L'arrangement, je ne sais pas ta réga. P, les N, à 4, c'est bien. Et A, les 5, 26. Et maintenant, les possibilités de l'équipe. Les possibilités, 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 les possibilités. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le nombre de les arrangements, les indir, les ensembles, les indir, les calimètres. Qu'est-ce qu'on fait avec هاد العلاقه ديال لي زونغونجمون دابا هنا فاش كاين كاين جوج حالات واش هاد الارونجمون اللي غنديرو واش هاد الترتيب اللي غنديرو واش افيك ريبيتيسيون ولا سون ريبيتيسيون واش الحرف غنبقى نعاودوه ولا ما نعاودوش راه باغ اكزومبل نقدر ندير هادي ا بي سي دي او ا بي سي دي او هادي راه ارونجمون هادي راه هي الاحتمال الاول هو هذا ا بي سي دي نقدر مثلا ندير ا اربعه المرات ا A A A خمسة المرات A A تقدر ندير A A A A هادي راه هادي أرونجمون هادي هادي راه أرونجمون لأن فيها خمسة لتر ولكن هادي أفيك ريبيتيسيون لأن كتلاحظوا الحرف A عاودته جوج مرات إلا كان سون ريبيتيسيون يعني A B C D E الحرف ما كنعاودوش جوج مرات دونك هنا كاين جوج حالات أرونجمون أفيك ريبيتيسيون و أرونجمون سون ريبيتيسيون دونك هنايا Sans répétition, là, avec répétition. Dans le hello, là, arrangement avec répétition. Donc, naya avec répétition, lorsque un objet peut être observé plusieurs fois dans un arrangement. Il y a un élément ou un objet qui est plusieurs fois dans un arrangement. Maintenant, là, on a fait l'arrangement, fait l'ensemble de 26 حرف. On a dit que la kelma fait 5 حروف. Donc, on a dit des arrangements. دونك هنايا هنا ملي كنقول افيك ريبيتيسيون الحرف ممكن يتعاود مثلا ا خمسه المرات راه صحيحه ممكن كاين مثلا نقدر ندير ا اربعه المرات نعاودو جوج مرات ثلاثه مرات يعني الحرف ممكن يتعاود ممكن كنشوفو نفس الحرف نفس الاليمون بليزيوغ فوا دونك هنايا لو نومبر دارونجمون افيك ريبيتيسيون دو بي اوبجي بارمي ان اي كيفاش كيتحسب ابل ان هي ان اوس بي ان اوس بي مثلا هنا 26 اوس Donc prenons l'exemple des lettres. L'exemple des lettres, nous avons dit qu'on a un arrangement avec répétition. Yani l'ordre mohim ou la répétition kaina. Il y a l'ordre mohim ou la répétition kaina parce que nous avons l'ombre des possibilités, les mumkins qu'on a un parce que nous avons un harf. قال لي ندير شي كلمات في خمسة لتر شحال ديال من كلمة ممكن ندير شحال من كلمة ممكن ندير إذا كنت ندير لا ريبيتيسيون هنسبها يعني أ خمسة من 26 الناس كتساوي هنا افيك ريبيتيسيون دونك هي ان اللي هي 26 اس 5 دونك حسبوها 26 اس 5 الى حسبتها غتخرج ليا 11 مليون و 881 و 376 يعني شنو هما لو نومبر ديال لارونجمون اللي ممكن ندير افيك ريبيتيسيون يعني شحال من كلمه فيها خمسة الحروف ممكن نديرها من هاد 26 حرف إلا كان لوغدغ مهم و لا غيبيتيسيون كاينة هي 11 مليون و 881 و 376 حرف اللي عفوا كلمة اللي ممكن تخرج لينا إلا بغينا نديرو خمسة
ديروا كلمه فيها خمسه الحروف والحرف ممكن يتعاود وممكن هنا كنحترموا لوغد. يعني لوغد تري امبورطون. كيفاش لوغد تري امبورطون؟ يعني مثلا درت ا بي سي دي او راه ماشي هي او دي سي بي ا، راه ماشي هي هذه، هذه راه كتختلف لها لان لوغد كنحترموا. لو كنت ما كناش كنحترموا لوغ راه هذه بحال هذه. دونك مفهوم. نشدو اكزامبل ثاني. دونك قالوا لينا اون ا ان كود بين دون كارت سيم كومبوزي دو 4 نومبر. Elle vous demande de déterminer le nombre des arrangements possibles. Je nous galoune d'abord. Quand il faut, elle a le code PIN. Le code PIN, il y a la puce, il y a le téléphone. Donc, il y a le code PIN qui te couvre une marabha de l'arqam. D'abord, maintenant, elle a un des ouahs de la carte SIM. Ensuite, maintenant, elle a le numéro de code PIN. Il y a le code PIN qui te couvre l'arqam. قال لي شنو هما لي بوسيبل ارانجمون اللي كاينين، شنو هما الاحتمالات اللي ممكن نديرو؟ راه ربعة الارقام. دونك شنو هما لي نومبر عندنا؟ راه عندنا من صفر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، هما هادو الارقام اللي كنخدمو بيهم. دونك ان شحال كتساوي؟ كتساوي ان كتساوي عشرة. دونك بي هاد لارانجمون باش كتكون؟ كتكون ربعة الارقام. دونك بي ايكال ا كاتر. دونك هنا بالنسبه لهاد الاكسبيريونس هادي راه ممكن ندير مثلا 0000 هذا الاحتمال الاول، 001 002 003 04 اكسيتيرا. بقى ندور هاد الارقام كامل. دونك هنا انا هنا لوغدر تري امبورطون، وحتى لا ريبيتيسيون كاينه، حيت ممكن ندير مثلا 0000 ممكن باغ اكزومبل ندير واحد. يعني لا ريبيتيسيون مهمه، يعني لي ريبيتيسيون افيك ريبيتيسيون كاينه. وعاوتاني لوغدر راه مهم، لان لوغدر مهم لان هاد 0001 راه ماشي هي 1000. يعني لوغدر مهم، هذا ماشي واخا هو كيتكون نفس الارقام ولكن لوغدر راه مهم. يعني لوغدر وافيك ريبيتيسيون. دونك كيفاش ممكن نحسب النوم ديال لي بوسيبيليتي اللي كاين؟ شحال من ارونجمون ممكن ندير؟ دونك غنطبقوا حنا. دونك يعني غنديروا ا من 4 10، قلنا بي ان دونك تساوي ان اوس بي، دونك 10 اوس 4 نحسبوها. دونك غتخرج ليا 10000. دونك غتخرج ليا 10000، يعني عندي 10000 محاولة، 10000 ارونجمون، 10000 بوسيبيليتي. خصك دير 10000 بوسيبيليتي، 10000 بوسيبيليتي اللي عندك بالنسبة هاد العشرة الأرقام. إلا بت تجبد واحد الكود بي اللي فيه ربعة الأرقام، وقلنا لوغدر مهم وحتى لا ريبيتيسيون كاينة. دونك مفهوم. دابا نشوفوا الحالة الأخرى اللي هي أرونجمون سون ريبيتيسيون، يعني الحرف الرقم ولا الحرف ما كيتعاودش، يعني واحد لوبجي ما كيتعاودش. دونك أرونجمون سون ريبيتيسيون، دونك لوغسكو شاك أوبجي نو بو إتر أوبسيرفي كين سول فوا دون أن أرونجمون. يعني واحد الاليمون ولا واحد الرقم ولا واحد الحرف ولا اكسيتيرا كيظهر مره واحده، ممكن امبوسيبل انه يتعاود. مثلا في هذا ليكزامبل ديال الكود بي، يعني راه امبوسيبل نتلاقى مثلا 0001، كل رقم يعني كل خانه كيكون فيها رقم واحد، يعني راه ممكن ندير واحد جوج ثلاثه اربعه. ما يمكنش واحد الرقم يتعاود جوج مرات، ما يمكنش مثلا نلقى واحد واحد ثلاثه اربعه، يعني الرقم خاصو يكون واحد المره اللي تعاود. دونك سون ريبيتيسيون ما يتعاودش الرقم. دونك يعني ان كل اليمون مثلا من هاد لونسومبل خاصو يبان مره واحده، يكون مره واحده في لارونجمون، ما يمكنش انه يتعاود جوج مرات ولا ثلاثه ولا اربعه ولا اكسيتيرا. دونك هذا هو ارونجمون سون ريبيتيسيون، لوغسكو شاك اوبجي نو بو اتر اوبسيرفي كين سول فوا دون ان ارونجمون. دونك هنايا لو نومبر دارونجمون سون ريبيتيسيون دو بي اوبجي بري بار مي ان. اي كيفاش تتحسب؟ هو ا لي بي لي ان هو ان عاملي في ان ناقص بي عاملي. دونك هذه الطريقه باش كيتحسب ان عاملي ان ناقص بي عاملي. هذه عاملي راه كاينه في الكاليكاتريس. دونك هنا اكزومبل، برونو ليكزومبل دي لتر. اكزومبل دي لتر عندنا 26 حرف، او بي قالوا دير الارونجمون فيها
بي اليمو اللي هما خمسه، خمسه كلمه كتكون من خمسه ديال الحروف. دونك ملي كنقول ارونجمون سون ريبيتيسيون يعني ان الحرف ممكن امبوسيبل نعاود جوج مرات، يعني هذه ما يمكنش تكون، يعني كل حرف كيبان واحد، يعني ندير كلمه فيها حرف فيها خمسه الحروف ولكن الحرف ما يتعاودش. مثلا كندير ا ا مثلا ام ان زد، راه كل حرف راه ما كاينش لا ريبيتيسيون هنايا. مثلا هذه بوسيبيليتي، هذه ارانجمون. دابا شنو هو النومبر ديال زارانجمون اللي كاينين اللي خرجوا ليا؟ دونك نستعمل هذه العلاقه هذه هي. دونك باش نحسبها غندير ا من 5 من 26 كتساوي ان عاملي، يعني 26 عاملي مقسومه على 26 ناقص 5 عاملي. حسبوها بكاليكاتريس، المهم تحسبوها 26 عاملي، هذه هي 21 عاملي، راه كاينه في كاليكاتريس عاملي، غتخرج لكم هي 7,893,693,600. دونك هذا الى ما كانتش لا ريبيتيسيون، الى كانت لا ريبيتيسيون غتخرج لنا 11,881,376 كلمه. اما الى ما كانش لا ريبيتيسيون الحرف ما تيتعاودش غيخرج لنا 7,893,600 كلمه. دابا اكزومبل ديال الكود بين. دابا قلنا كنديروا كود بين اللي فيه اربعه ديال الارقام. الارقام اللي عندنا هما 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شنو قال لنا هنايا؟ قال لنا ان كل رقم امبوسيبل يتعاود سون ريبيتيسيون. ارانجمون خصك دير واحد لارانجمون سون ريبيتيسيون، يعني ممكن ندير 1 2 3 4 راه كل رقم كيبان واحد المره يعني سون ريبيتيسيون. دابا بغينا شنو النومبر ديال لي بوسيبيليتي ولا لي زارونجمون اللي ممكن نديرو. دونك غنطبقوا هاد العلاقه هادي ا من 4، دونك هنا راه ان تساوي 10، ها هو لان هاد لونسومبل كتساوي 10، وهنا لونج شحال فيها من اليمون؟ فيها 4، دونك من 10. دونك قلنا كنديرو ان عاملي يعني 10 عاملي مقسومه على ان 10 ناقص 4 عاملي. 10 ناقص 4 عاملي دونك غتخرج لنا 10 عاملي على 6 عاملي. المهم تحسبوها بكاليكاتريس، الا حسبتوها غتخرج لكم 5040. دونك عندنا 5040 ارونجمون، يعني 5040 بوسيبيليتي. دونك هذه هي لي زارونجمون. دونك بالنسبه للارونجمون امتى كنخدموا بالارونجمون؟ كنخدموا بالارونجمون لورسكو لوردر اي امبورطون. لوردر مهم، يعني ملي كيكون عندنا واحد لا ديسبوزيسيون اوردوني هنايا كيلكو سوا سوا افيك ريبيتيسيون ولا سون ريبيتيسيون. يعني بعباره اخرى امتى كنخدموا بالارونجمون؟ كنخدموا بالارونجمون في الوقت اللي كيقول لها مثلا اللي عندنا واحد تيراج سحب تيكون سكسيسيف بالتتابع سوا سو روميز ولا افيك روميز، يعني ريبيتيسيون ولا سون ريبيتيسيون. باللغه العربيه ممكن يكون عندنا واحد السحب، سحب بالتتابع باحلال ولا بدون احلال. باحلال هي افيك ريبيتيسيون، بدون احلال احلال هو سون ريبيتيسيون. دونك مفهوم؟ دونك الى كان عندنا واحد تيغا سكسيسيف لاني اوردوني سون ريبيتيسيون كنخدموا بهذه العلاقه هذه هي. الا كان افيك ريبيتيسيون ولا افيك روميز كنخدموا بهذه العلاقه هذه هي. دونك هنا فاش كنخدموا ان شاء الله غادي الفيديو المقبل نشرح لكم لي بيرميتاسيون، من بعد نشوفوا لي كومبينيزون ان شاء الله، وابخي نخدموا شي تمارين في هذه لاناليز كومبيناتوار. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، واللقاء في فرصه قادمه لله تعالى.